الأحوال الجوية والطقس مرة أخرى مع حنان الخولي. أهلا بكم مشاهدينا. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأيضا السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء. أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. هناك أيضا متوقع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأيضا البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر. أما اتجاه الرياح فشمالية غربية، البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح أيضا شمالية غربية. أما عن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة فتشير الاستمرار في الأحوال الجوية، وعن القاهرة وشرم الشيخ وأخيرا القاهرة الخميس 22-30، الجمعة 21-30، السبت 21-28. شرم الشيخ الخميس 26-34، الجمعة 25-33، السبت 25-33. الأقصر الخميس 23-35، الجمعة 23-36، والسبت 23-35. نتعرف الآن مشاهدين على درجات الحرارة المتوقعة. القاهرة 22-30، الإسكندرية 21-27، دمياط 22-28، بورسعيد 22-27، العريش 20-29، رفح 21-28، الإسماعيلية 20-30، السويس 21-30. مطروح 20-27، وادي نطرون 22-31، المنصورة 22-29، طنطا 21-29. دمنهور 21-29، سانت كاترين 16-25، الغردقة 25-33، شرم الشيخ 26-34. الفيوم 20-30، المنيا 18-32، أسيوط 19-31، سوهاج 21-34، قنا 22-36، الأقصر 23-35، الوادي الجديد 20-33، أسوان 24-35، حلايب 26-32، شلاتين 25-34، أبو رماد 25-33، رسح دربة 26-31.